السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا نتلاقاو في فيديو جديد في القناة ديالنا. إذا الهدف من اليوم إن شاء الله هو أن نجاوب على واحد السؤال اللي كيجيني في القناة، اللي هو كيفاش نصوب تقرير يومي ديال الأشيسو. دونك التقرير اليومي ديال الأشيسو راه كيختلف من شركة لشركة وعلى حسب النشاط اللي غادي نخدم في ديك الشركة، يعني لاكتيفيتي ديالي. اليوم غادي نعطيكم واحد المثال بسيط ديال ان رابور journalier de l'hygiène, sécurité, environnement pour une entreprise. Le rapport, ana ka HSE, yani ghadi nchouf l'ancheta li andi, chnou houma lkhuruqat li kanou andi, lhulul dialhom, ou la date waqtach ghadi dirou had lhulul. Donc hna kima tchoufou fa awwal haja bdi tbana houa rapport journalier de l'HSE. Hna men l'ahsen dir wahed logo dial lcharika dialna. اللي كنا في لوزين وعندنا واحد المتر دوفراج، فمن الاحسن يدار اللوغو ديالنا واللوغو ديالهم، مثلا يدار اللوغو ديال لو سي بي واللوغو ديال المعهد ديالنا انستيتي سيفن هارت. هنا لو ريداكتور يعني شكون اللي كتب هذا الرابور، مثلا غالبا لا اش اس او، مثلا حمزه الفاضلي. فوالا حمزه الفاضلي. لو ليو فين تكتب هذا الرابور، يعني المكان سميت داك الشونتي ديالنا، مثلا construction ديال دي لوكو باغ اكزومبل، كنبني واحد الديور. لا دات وقتاش دار ها هو لو 1/5/2020، يعني النهار وقتاش تصوب هاد الرابور. من بعد هنا غادي ندوسو لهاد لو طابلو، هذا مهم بزاف، يعني شنو هما الخروقات اللي كانوا عندي في النهار، لي انسبكسيون جورناليير، لي اكسيون ا انتربروندر، كل حاجه لقيتها عندي، شنو هما التدابير اللي غادي نتاخد، كيتسماو لي زاكسيون ا انتربروندر، شكون المسؤول على كل اكسيون. بار اكزومبل هذا واحد المثال، مثلا لقينا واحد الكابل ديال الضو عريان ما مغطيش، دونك نورمالمون خصها دار لي هذيك القرجوطه ديالو اللي كتسمى لاكين، اذا شكون اللي غيديرها؟ ماشي انا اللي غنمشي نشريها كاشيسو، دونك انا والشيف شونتي بار اكزومبل، دونك انا والشيف شونتي غادي نكونوا هنا في ريسبونسابل داكسيون. لو ديلي امتى غادي، امتى غادي تشرا وامتى غادي دار، لان حنا متبوعين بواحد المراقبه غادي تراقبنا الكليان ديالنا. فوالا، دونك دابا حنا درنا واحد التقسيم داكوغ، درنا مثلا التقسيم ديال المشاكل لي 5M دياغرام دي شيكاوا اللي كنا شفناه في لا فورماسيون، راه ديجا درت عليه حتى فيديو في اليوتيوب. دونك فمثلا المشاكل اللي عندهم علاقه بلا ماتيير، المواد اللي كنستعملو بار اكزومبل، مثلا ملي كنبنيو كيبقاو لي ديشي دو ديموليسيون، زبال الهدم، دونك هذا مشكل عندي ايفاكي لي ديشي دو ديموليسيون، كيتسماو في القانون 28.00 لي ديشي انيرت. فوالا، دونك ايفاكي هاد لي ديشي دو ديموليسيون. لي زاكسيون انتربروندر، شنو اتفقت انا مثلا لي شيف ديال شيف شونتي وشيف ديكيب، شكون اللي غيكون مسؤول؟ مثلا غيكون مسؤول انا كاش اس او حمزه الفاضلي، وغيكون مثلا مسؤول معايا حسني، مثلا حسني مسؤول على شاف شونتي لي شيونس، وقتاش غادي نخلصو من الاسبال، مثلا خصنا نخلصو منهم في 3/5، انا في شونتي راه كنشوفو على حساب شنو عندنا، خصنا نخلصو مثلا من الاسبال قبل ما تكون عندنا لا فيزيت تكنيك ديال المتر دوفراج. هنا المشاكل اللي عندهم علاقه بلو ميليو بالوسط، بار اكزومبل انا عندي واحد لو ميليو لي الضربه ديالو كتغبر كتعطي له لي بوسيير، ها اذا البوسيير خاصني ندير واحد البروغرام، نشري الخدامه ديالي دي ماسك اونتي بوسيير اللي ديجا هضرنا عليهم اف اف بي 1 ولا الاف اف بي 2، زائد ندير ان بروغرام داروزاج، غادي نبدا مره رش، على الاقل رش واحد مرات في اليوم. انا كطحت في هاد لوكا تخدم في اندي شارج، كانوا الناس كيجيو يتشكاو لان كتوصل من الغبره، دونك اضطرينا اننا نديرو ان بروغرام داروزاج، يعني نرشو الصباح ونرشو في العشيه. دونك هاد لاكسيون واش خديتها بوحدي كاجي ساعه، واش انا اللي كنتحكم بهداك الكاميو كيدير لاروزاج؟ لا، راه عنده داك السيد اللي مكلف بيه الريسبونسابل د بار، اذا غندخل انا وياه بجوجنا غنكونو مسؤولين، غيوصل داك الوقت ديال العشيه، الو فلان واش طلقتي داك الكاميو رش او لا لا، ولكن بالنسبه لاكسيون ديال التوزيع ديال لي ماسك ريسبيراتوار واش مسؤول عليها هو؟ لا، انا بوحدي تي مسؤول عليها، انا غنوزع على الخدامه لي ماسك ريسبيراتوار الماتيريال، دونك اللي عندهم علاقه
لو ماتيريال ديالنا باغ اكزومبل خدامين بواحد خدامين مثلا بواحد الشنيور او لا خدامين بواحد لامول ما عندهاش تقاطع ها اذا هنا مشكل ديال لامول دونك غادي نقول ابسونس دو كارتير او نيفو دو لامول ممكن ندير لهم الكودات هاد الشيء كنا كنهضروا عليه الكودات مثلا لامول 1 اكزومبل لامول رقم 1 شنو خاصني ندير طق خاصني نتخلص منها ندير لها لامول ندير لها الكارتيرا ديالها دونك بلا كارتيرا ما تخدمش عندي لامول المان دوفر اللي عندهم علاقة بالمان دوفر بار اكزومبل المان دوفر ديالي لاحظت واحد لانومالي اذا هنا كنقول المان دوفر ديالي نون كاليفي ما مأهلينش ما مديولاش ليهم فورماسيون ما كيعرفوش مثلا يتعاملوا مع لي طرافو اونتور ما كيعرفوش يتعاملوا مع لي زيسباس كونفيني اذا غادي نكتب هنا كنشوف المشكل اللي عندي و تندير شنو السبب ديالو واش ماتيغ واش ميليو واش ماتيريال واش مان دوفر اولا حاجة اخرى الرجل المناسب في المكان المناسب بار اكزومبل انا في طرافو اونتور كنطلع واحد الشخص اللي فيه 120 كيلو فوالا اولا واحد السيد مثلا لاحظت ان كيدخلوا لي سباس كونفيني واحد السيد عنده الضيقه دونك هنا لابتيتيت فيزيك ديالو يعني القدره ما عندوش دونك انا دخلت لي سباس كونفيني دونك هذا مشكل عنده علاقه بالمان دوفر اذا مثلا غادي نديروا لاكسيون اونتربرونور اجتماع غينيون افيك لي شيف ليكيب وغنهضر مع المسؤول ديالي مع المدير ديالي وندير معاهم اجتماع شنو غنقولوا لهم غنقولوا لهم la nécessité de l'habilitation, l'habilitation et l'aptitude physique est obligatoire. C'est comme exemple pratiquement, je n'aurais qu'un. L'aptitude physique est obligatoire. Voilà. L'échéance, le délai. Le délai, on va dire que c'est ce qu'on a dit. On a dit la méthode. Ah, on a la méthode, on a dit le mode opératoire. يعني لاحظنا واحد المشكل في ذاك النهار السبب ديالو هو عدم احترام لو مود اوبيراتوار المود اوبيراتوار او لا لي بروسيدور يعني طريقه العمل يعني واحد الاشكال في كاع الشركات تندخل تيبان لي انه كاينين هاد لي مود اوبيراتوار مزوقين زوينين ولكن ديورين بالفرنسي ولا بالانجلي هنا اشكال دونك مع كامل احتراماتي كاين بعض الناس خدامين معاك ما كيفهموش الفرنسي ولا الانجلي دونك خاصك تكتب واحد اللغه اللي مفهومه للاغلبيه ديال العمال او لا كيجي الاش اس او ولا الكي اش اس او وكيدير فورماسيون للعمال بالفرنسي كيدخل لهم كلمات فرنسيه لا خاصني نشرح لهم مود اوبيراتوار ويفهموه وعلاش لا ما نديرش لهم واحد الامتحان غير ديال 10 ديال الدقائق نسولهم حبيا ايا شنو فهمتوا ايا شنو الحاجه اللي طرحوا لي الاسئله ديالكم فاهمين دابا راه كنشرح الرابور جورنالي كيفاش تخدموا به او ميم طون كنهضروا على دي بروبليم تقدر تواجههم في الشركه نقدر نجي في الجزء الثاني دونك هاد لابارتي مفهومه نقدر نجي في الجزء الثاني ندير التتبع ديال لي زوبي مثلا السي حمزه ما لبسش لي زوبي ديالو فوالا الماتريكي ديالو يعني الكود ديالو في الشركه شنو هما لي زوبي اللي ما كانش لابس ما كانش لابس لي لونيت وما كانش لابس شوسور هنا نقدر نزيد واحد القضيه قبل اكسيون انتربروندر نقدر نزيد مثلا واخا ندير ان سيري نجي ندير ان سيري ا غوش فوالا فوالا دونك هنا ندير مثلا الكوز علاش ما لبسش هاد لي زو بي يقدر يكون المشكل في لي زو بي لي زو بي نو ادابتي لان قلنا باش كنشرو لي زو بي خصنا نكونو عارفين المعيارين هما ان داك لي بلو بي يكون كيحمي من داك لو ريسك ويكون مناسب لوضعيه العمل اذا خصني نناقش معاهم سيرتو بالنسبه للشركات اللي كتكون فيهم النقابه ردوا بالكم من النقابه السنديكا فمثلا في النقابه فراه الخدام تكون عنده قوه ما غاديش تفرض عليه نتايا مثلا واحد الصباط هو غادي يجي السيد ديال النقابه قاري القانون تيقول لك هذا الصباط راه غير مناسب لهاد وضعيه العمل كيفاش كتولي الوضعيه ديالك انت دابا قدام لي شاف داكوغ قبل ما تاخذ واحد القرار قرا شويه سول الناس عاد تاخذ داك القرار ديالك عاد تجي من بعده لاكسيون ا اونتربروندر ومن بعد تجي لا سينياتور نقدروا هاد لو بور لي سو بي ندخلو حتى في مان دوفر مثلا وقعت لي واحد الحادثه شنو هي الحادثه غادي نقولو اكزامبل
مثلا واحد السيد في هذا الوقت ديال كورونا جاو يعقم ايديه بلا الكول، لا الكول حنا عارفينه، لا الكول عارفينه حنا ماده قابله للاشتعال، ماتيير انفلاماب، وكاين الهواء كومبيرون بيكمي تجمع ليا مثلث النار، اذا غيؤدي الحريق. اذا شنو السبب ديال هذا؟ اذا السبب ديالو هنا راه المان دوفر، المان دوفر نون كاليفي، ما احترمش ليا مثلث النار، فاهمين؟ دونك هادي هنايا، دونك هادي شرحت لكم ميشا ديال المان دوفر. لي زو بي اي مثلا واحد الخدام ملبش الصبار طاحت عليه حجره طق اكخازمون دي زورتي، يعني تهرسوا لي كما تنقولوا تورك ليه على صباعه، دونك هادوك الصباع ديالو شنو السبب؟ ها الصباط كاين، الا ما كان الصباط راه مشكل في الماتيريال هنا، الا كان الصباط وما لبسوش راه المشكل في المان دوفر او لا في لا ميثود، فاهمين؟ دونك هذا درت لكم واحد المثال بسيط على كيفاش تقادو ان رابور جورناليه في الشونتي ديالكم، راه كيختلف من لاكتيفيتي لاكتيفيتي. تقدروا هنا تدخلوا ايضا حتى المشاكل اللي عندهم علاقه بالبيئه، لان لاشي سو لي جيان سيكوريتي انفيرونمون، هنا تقدروا ديروا واحد لابارتي وديروا فيها ديفير، تكون مكتوبه مثلا واش دار داك النهار شي اجتماع، واش دار شي انسبكسيون الى اخره. سي بون، دونك على بركه الله. دونك السلام عليكم ورحمه الله، مره جايه نشوفوا مع فيديو اخر ديال رابور جورنالي بلو ديتايي ديال واحد لونتربريز اللي تكون كبيره ان شاء الله. دابا هذا ديال لي بيتي اونتربريز.